السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. نستكمل اليوم استكمال شرح شارف أكونتس أو شجرة الحسابات الموجودة في برنامج بيتش تري. سوف نستكمل باقي البنود الموجودة في البرنامج، باقي الأنواع الرئيسية الموجودة في البرنامج اللي احنا قلنا لازم نصنف حسابات شركتنا تحت هذه الأصناف اللي البرنامج أدرجها عنده كحسابات رئيسية. أخذنا الأكونتس accumulated depreciation والكاش. تعالوا بنا نشوف الكاش. الكاش بيقدم لي represent deposits in banks، كل الودائع البنكية available for current operation، المتاحة للعمليات اليومية اللي هي الحساب جاري البنك اللي هو بنعبر عنه في النظام العربي الحساب البنك. هنا كل الحكاية ان البرنامج بيوضح لتفصيل هذه الحسابات انه يوضع تحت الكاش كل ما هو مودع من اموال في البنوك جاهزة للتعامل في خلال العمليات اليومية في المنشأة، زائد الكاش اون هاند الصندوق شاملا العملات شاملا اون ديبوزيت الشيكات غير المودعة درافتس اند ماني اوردرز. سيلكت ذيس اكونت، حدد هذا الحساب اللي هو الحساب الكاش لو انت بتقوم باعداد حساب البنك شيكينج اكونت والبي تي كاش والماني ماركت اكونت اند سيرتيفيكيت اوف ديبوزيت سي دي اس. طبعا انا للامانه العلميه بقرا كل الكلام. تعالوا بينا نشوف ازاي مثلا لما اجي اضيف حساب مثلا الكاش اون هاند اللي احنا ضفناه من فتره، يعني تعال نشوف حساب مثلا بنكي، حساب البنك الخاص بالرواتب البيرول شيكينج اكونت. انا عندي لو فاتح حساب بنكي خاص بالرواتب، انا الوقت عرفت من قراءتي لهذا العرض التقديمي انه تحت بند الكاش يوضع جميع الحسابات او الايداعات المودعه في البنوك المتاحه للعمليات اليوميه. اذا فحساب البيرول شيكينج اكونت هو بند من ضمن بنود اللي بتوضع تحت الحساب الرئيسي الكاش في برنامج بيتش تري. هنبدا نعمل اضافه لهذا الحساب، حساب البيرول شيكينج اكونت. هختار طبعا انا اخترتها منين، من هنا، ممكن اروح للقائمه من تين واختار شارت اكونتس اضافه حساب جديد وابدا ادخل اسم الحساب. قلنا ان الحساب ده هيبقى نو كاش، فبشوف الكاش الرقم فيه كان 10.30، انا هحط 10.40 للبيرو شيكينج اكونت واسميه بيرو شيكينج اكونت حساب البنكي الخاص بالرواتب. نو يا جماعه، نو هذا الحساب كاش، ومدخل بيجن بالانس. عرفنا مدخله ازاي بسهوله جدا وبعمل له ايه سيف. لاحظ انك يعني يفضل انك تدخل بيجن بالانس لكل ارصده مره واحده بعد ما اكون اضفت جميع اسامي الحسابات، بعد كده بضغط سيف عشان يتم اضافه هذا الحساب. تعال نستكمل بقيه الانواع الموجوده في العرض الكاش. تعال نشوف بعد كده الكوست اوف سيلز، ودي نقطه لازم نقف عندها وقفه صحيحه. الكوست اوف سيلز هو كوست اوف جودز سولد، حساب تكلفه البضاعه المباعه، ويرمز له ايضا بكوجز سي او جي اس، تمام. وهذا الحساب يتضمن تكلفه البضاعه المباعه. يعني ايه تكلفه البضاعه المباعه؟ يعني انا مثلا لو بعت 5 اجهزه كمبيوتر في شركه بالتاجر في الكمبيوتر، 5 اجهزه كمبيوتر اوتوماتيكيا بمجرد ما اقوم باجراء عمليه البيع يقوم البرنامج المحاسبي بحساب تكلفه تلك البضاعه التي قمت ببيعها، يعني تكلفه ال5 اجهزه كمبيوتر، وبيضمهم تحت بند كوست اوف جاد سولد الخاص باجهزه الكمبيوتر، بحيث اجي في النهايه اعرف هذه المبيعات. لو عندي مبيعات مثلا 10,000 ابقى عندي اعرف ان تكلفه البضاعه دي لما اشتريتها 4,000 او 5,000، وبالتالي اقدر اعرف ربحي. هنا النقطه المهمه جدا ان الكوكس او الكوست اوف سيلز بيفرع كوست اوف سيلز ليه كل منتج من المنتجات او كل نوع من انواع المنتجات اللي انا بشتغل فيها او بتاجر فيها.
الحاجة الأخرى أيضا إن ده بيصحبه قيد حتى في النظام العربي، النظام المحاسبة دايما لما لو أنت بتتبع طريقة الجرد المستمر، دايما لما أنت بتقوم بعملية بيع بتقوم لازم تثبت إن البضاعة دي خرجت من المخزون، فبتقوم قايل من حساب تكلفة المبيعات إلى حساب المخزون بتكلفة بسعر شراء هذه البضاعة. طبعا احنا لنا اكتر من طريقة عشان اقدر احدد سعر شراء هذه البضاعة او تكلفة هذه البضاعة، ممكن بالوحدة نفسها، ممكن بطريقة الفايفو او اللايفو او الافريج كوست، ودي في البرنامج انا بختار بس فايفو او لايفو، وهنا البرنامج بيقوم بحسابها اوتوماتيكيا. تعال نشوف نضيف ازاي كوجز او حساب كوست اوف جود سول. تعال نشوف هنضيفه ازاي. مبدئيا انا ممكن اضيفه من هنا، وقلنا احنا هو اهميته ايه، اهميته ان البرنامج بيدرك تحته تكلفة اي بضاعة انا بقوم ببيعها، عشان اجي في الاخر اعرف تكلفة البضاعة المباعة بها عشان اقدر احدد ارباحي من منتج معين. هقول له نيو هنا عشان نضيف حساب جديد، والحساب هيبقى ان هو كوست اوف جود سولد. فبشوف الكوست اوف جود سولد واخده الاي دي هو او الكود هو اهو، كوست اوف سيلز بدءا ب 500 ومنتهيه الى 5900. ال 500 منها مثلا الكوست اوف سيلز الشحن، تكاليف الشحن هنحملها على الكوست اوف سيلز. انا هعمل كوست اوف سيلز خاصه مثلا بالكمبيوترز مثلا 5200، تمام، واقول اوكي واسميها كوست اوف سيلز، كوست اوف سيلز خاصه بالكمبيوتر. طبعا الطريقه نفسها طريقة حساب كوست اوف سيلز دي يعني هي لما تكون مثلا الكمبيوتر عفوا البرنامج بيحسبها لي، لما اجي اقوم بعمليه بيع الاقي حاطط ان الكوست اوف سيلز 2000، بيحسب لي 2000 بناء على اما الفايفو او اللايف، ودي حاجه بنحددها نعرفها في الانفنتوري لما ندرس الانفنتوري. تعال نشوف الاكونت طيب نوعه، طبعا هيبقى كوست اوف سيلز، وبهذه الطريقه اكون اضفت حساب كوست اوف سيلز، ولازم انت تحط كوست اوف سيلز لكل منتج من المنتجات بتاعتك عشان تقدر تشتغل شغل صح. يعني ممكن احط كوست اوف سيلز خاص بالكمبيوترز ديل، كوست اوف سيلز خاص بالكمبيوترز اتش بي، انواع معينه من هذه المنتجات، بحيث اجي في النهايه يبقى انا عندي كوست اوف سيلز 2000 الاجماليه بتاعت اجهزه ديل بنتيوم 4 مثلا، بينما جميع المبيعات بتاعت الديل بنتيوم 4 مثلا 5000، يبقى 5 ناقص 2000 يبقى انا مكسبي من الديل بنتيوم 4 3000 جنيه. نقول له سيف، وهكذا بيكون تم انشاء كوست اوف سيلز. اهم حاجه تبقى متفاهم يعني ايه كوست اوف سيلز. تعال نشوف بعد كده الايكويتي دازنت كروس. وهنا البرنامج بيقول لي ان الايكويتي دازنت كروس بولا ريبريزنتس ايكوينس، يقدم لي حقوق الملكيه ذات از كاريد فورورد فروم يير تو يير، التي تحمل من سنه الى سنه، لايك كومن ستوك زي الاسهم المتداوله. كويتي از اونرز كلايم اجينت، هنا بيحدد لي معنى الايكويتي حقوق الملكيه اللي هي ما يستحقه الملاك، اسيتس اور اونرز انترست، فايده الملاك على الاصول بتاعتهم او العائد المفروض يروح للاصول بتاع للملاك بتوعنا. These types of accounts are typically found in corporation، يوجد دايما في الشركات المساهمة وليس غيرها، اللي هو الequity doesn't close اللي هي دايما تعبر عن الاسهم المتداولة، وطبعا دي هتلاقيها في الشركات المساهمة. هي بالمفهوم العربي البسيط عايزك تعرفها، equity doesn't close يعني تلك الحسابات التي لم تحدد هي ملكية لمين لأحد من الملاك، إنما هي أسهم متداولة. Select this account type if you are a corporation، لو أنت شركة مساهمة وعاوز تسجل common stock أسهم متداولة or other equity intended as owner investment كاستثمار للملاك، يعني لا هي يعني مش رأس مال انما هي استثمار للملاك. طبعا هي مثالها واحد بس، وهنا البرنامج بيشير لك انك تحط equity doesn't close، عفوا تحط الكومن ستوك تحت الايكويتي doesn't close. تعال نشوف بعد كده البند التالي، وهو الايكويتي gets closed اللي هي يقصد بها البرنامج equity doesn't close. بيقول لك represent equity، يقدم لي حقوق الملكيه ذات زيرود اوت at the end of the final of the fiscal year، يعني ما رصيدها مغلق تماما، رصيدها مظبوط year fiscal year with the amounts moved to the retained earnings accounts. Equity also known as capital or net worth is owners part or stock horse claims agents as they contributed to the business، اللي هي رأس المال. يبقى رأس المال يا جماعة يوضع تحت بند الإكويتي جيتس كلوست،
أي بنود من بنود رأس المال، رأس المال الشريك الفلاني، رأس مال أي شريك آخر، يوضع تحت بند الـ Equity Gate Security. This account type, if you are a business or is proprietorship، لو أنت منشأة فردية، and you want to record dividends، التوزيعات الموزعة المدفوعة للشركاء، or if you are corporation and want to record dividend paid to stockholders، أو تلك التوزيعات الأموال اللي توزع على الملاك أو أصحاب المنشأة. إذن فعندي نوعين من، مش عايزك تلخبط فيهم، equity gets close و equity doesn't close. equity doesn't close تعرف انها common stock، اسهم متداولة، ودي المثال البرنامج اشار لي. equity gets close وهي رؤوس الاموال وايضا التوزيعات، to record dividends التوزيعات الموزعة المدفوعة للملاك او للشركة. equity return اللي هي بتضاف طبعا الى رؤوس امواله. equity return earning اللي هي الأرباح المحتكسة، represents the earned capital of the enterprise، رأس المال المستفاد من العمل. its balance is the cumulative مجمع have not been distributed اللي هي الأرباح التي لم توزع بعد على الملك. أنت دائما لديك returned earning account one return earning يعني حساب واحد للأرباح المحتكسة. تعال نشوف بعد كده البند الأهم هو الـ expense. expense هنا برنامج بيقول لي represents the costs and the liabilities، بيقدم لي التكاليف والخصوم incurred to produce التي حدثت أو تمت incurred to produce revenues عشان أقدر إن أنا أنتج revenues بتاعتي التي أنفقت لإنشاء الإيرادات. The assets surround or consumed اللي عفوا الأصول المستهلكة when serving customer مشار، يعني لما عندي من ضمن الـ expense الـ depreciation مصاريف الإهلاك، عندي الـ travel expense، عندي الـ wages، عندي الـ salaries، يبقى أي شيء أنا بنفقه عشان أقوم بالـ operation، عشان أقوم بتشغيل المنشأة بتاعتي، فده عبارة عن expense. يعني لو جيت أبص، لو جيت أضيف expense، تعال نضيف expense بسرعة كده، أروح للقائمة مانتين وأروح شارف accounts. افرض أنا عندي مصاريف مثلا زي مصاريف الدعاية والإعلان، هنشوف الإكسبنسز كلها. الإكسبنسز كلها لو جانا بص واخدة الرقم 6 كبداية، حضرتك لو جيت بص 6800 6500، أنا عايز أحط مصاريف الدعاية والإعلان، هدي لها مثلا رقم 6 مثلا 700، موجود 6700 مثلا، نخليها 6810 مثلا، تمام. وده عبارة عن الادفيرتايزنج، الادفيرتايزنج عند مصاريف دعاية وإعلان، ادفيرتايزنج اكسبنس، ادفيرتايز اكسبنس كمصاريف للدعاية والإعلان، تمام. نو هي يا جماعة نو هي اكسبنس، لو جينا نبص هنلاقي الكويتي دوزنت كلوز اللي احنا شرحناها حالا، بس احنا نوع الاكسبنس اهو، ونقوم قايلين له ايه سي، بس هي دي الاكس، بحيث لما اجي ادفع هذا المصروف اقدر احمل، يعني لما اجي ادفع هذا المصروف بدفعه مثلا عن طريق مثلا مصاريف الدعايه والاعلان، هدفعه على طريق الرايت شيكس. هنا وانا بعمل حاجه اسمها الرايت شيكس، ما علينا من شرحها الوقت اللي احنا بنتناولها، سوف نتناولها في الدروس القادمه، لكن عايزك تعرف انا ليه ضفت حساب زي الاكسبنس ده. انا ضفت الحساب بتاع الاكسبنس بتاع مصاريف الدعايه عشان لما اجي ادفع هذه المبالغ، لو نفرض ان هي مثلا 300 جنيه كمصاريف دعايه، هضغط هنا وحدد الحساب اللي يتحمل بال 300 جنيه عشان تبقى محاسبية مظبوط ويطلع القيد كويس من حساب مصاريف الدعاية الى حساب النقدية او الى حساب البنك. تعالوا بينا نستكمل بقية البنود الموجودة في العرض التقديمي. بعد الاكسبنس عندي الفيكسد اسيد، وده شيء مش محتاج شرح. هنا البرنامج بيقول لك represent property plant or equipment assets that are acquired for use in a business، ايه هي تلك الاصول اللي انا او الممتلكات اللي انا بستخدمها في تسيير العمل، اللي انا جايبها عشان استخدمها في العمل، انها اصول ثابته زي اللاند، البيلدينج، الماشينري الالات والمعدات، اللاند الاراضي، البيلدينج المباني، يعني هنا مش محتاجه شرح، وهي اللي هي بتستهلك. تعال نشوف بعد كده الانكم، ان هو الانكم
يعني طبعا فيكس احنا اضفنا كمثال من فتره اضافه المباني. الانكم وهي الايرادات. تعال نشوف الانكم كبند رئيسي في برنامج بيتش تري. ما هي البنود التي ندرجها تحته؟ انكم also known as revenue كايرادات. انه ممكن يسمى revenue انه يقدم the inflow of assets resulting from the sale products. انها الارباح او عوائد الاصول القادمه من بيع منتجات وخدمات للعملاء. لو الانكم زياده عن الايسبنس يطلع لك جروس بروفيت وهكذا. انا بختار الانكم امتى؟ بقول لك يا حضرتك، بقول لك البرنامج you want to track for example retail income. بتحدده لما تيجي تحدد ك ريتيل انكم ايجار ايراد الايجارات. لو انت مأجر لحد مكان او عايز تضيف بند ايراد الايجار بحيث ان هو يعمل تراكنج للايراد ده اهو. انترست انكم او سيرفيس انكم. يعني انا بضيف كل حساب من هذه الحسابات الموجودة في برنامج بيتش تري عشان يقوم بمتابعة عمليات معينة. يعني لو جيت اضيف ايرادات الايجارات يبقى انا اقصد اقول اعمل عملية تراكنج للايجارات كلها، للايرادات اللي جالي من الايجارات، بحيث لو جيت في اخر السنة ولقيت حساب زي ايراد الايجارات ده 5000 يبقى انا المفروض وصلني من الايجارات كلها اللي انا مأجرها للناس. لو عندي مكان معين ومأجره يبقى موجود في معايا 5000 يبقى انا وصلني 5000 من خلال هذا النشاط. هنشوف برنامج بيتش تري لما اجي اضيف مثلا انكم، انا عايز مثلا اضيف ايراد ايجارات معينه، ايراد ايجارات مثلا لمخزن كان عندي وانا اجرته لمنشاه تانية. هروح للشارت في اكونتس وانشئ حساب جديد نوعه انكم. وقبل ما اقول نوع طبعا نوع انكم فلازم احط له اي دي بتاعه. فما اجي احط اي دي لازم الاي دي ده يكون فرع من الانكم. طبعا الانكم في عند سيلز انكم ايرادات المبيعات. انا عايز احط ريتيل انكم ايراد الايجار. تمام، فايراد الايجار هياخد الكود مثلا عند 4100 خليه 4400 اهو ونسميه ريتيل انكم ايرادات الايجار. ونوعه هيبقى يا جماعه نوعه هيبقى انكم. تمام ونسيف. هي دي الفكره كلها اللي عايز اوضحها لحضرتك. تعالوا بينا بقى نتابع بقية الشرح العرض التقديمي. بعد الانكم عندك الانفنتوري. والانفنتوري بيقوم بعملية تراكنج. طبعا البرنامج بيكون اضاف الانفنتوري من غير ما انت تضيفه، بس هو بيضيفه كمجمل. ليه؟ بحيث ايه الانفنتوري؟ بحيث لما يتم عملية شراء، لما اجي اشتري اقول من حساب، لما اجي اشتري مثلا وبتابع نظام الجرد المستمر فبقوم قايل من حساب. لو اشتريت كمبيوتر مثلا فيبقى من حساب المخزون الى حساب الموردين او الى حساب النقدية او الى حساب البنك. لكن بفرض ان انا عايز افرع في الانفنتوري بتاع الكمبيوتر الخاص بالكمبيوتر، ده شيء وارد وانت ليك حرية شخصية انك تعمله او ما تعملوش، ده شيء يركع لك. تعال نشوف بقول لك الانفنتوري ايه. البرنامج بيتش تري بيقول لي ريبريزنتس ذا كوانتيتي اوف جودز اون هاند، تلك الكميات من البضائع الموجوده والمتاحه فور سيلز ات اني جيفن تايم. انفنتوري از كونسيدرد تو بي ان اسيت، ان المخزون يعتبر كاصل من اصول ذات از بورشيز مشترى او مصنع، لان طبعا ممكن يكون عندي مخزون مصنع. and sold to customers والمباع للعملاء for revenue. select this account type if you are setting up assets that are intended for sale. it's common practice to create different account for each category of inventory. انه شيء شائع جدا انك تنشئ فرع لكل نوع من انواع المنتجات. بحيث ايه حضرتك؟ بحيث لما اجي اعمل فاتورة شراء يبقى القيد طبعا، يعني لو انا سبت حساب المخزون فقط كحساب رئيسي اللي هو الانفنتوري فيبقى قيد الشراء من حساب الانفنتوري كجانب مدين الى حساب الدائنون مثلا او الموردون كجانب دائن. لكن بفرض ان انا عايز اخلي القيد من حساب مخزون لما اشتري مثلا كمبيوتر ديل بنتيوم 4، عايز اخلي القيد، يعني لما جيت اشتري اهو
القيد اوتوماتيك هيبقى من حساب المخزون الانفنتوري مفتوح الى حساب الدائنون احمد مثلا كمورد. انا عايز اخلي من حساب الانفنتوري الخاص بالبانتون فور او بالتيشيرت مثلا، بالنسبه للمثال ده عفوا، عايز اعمل مخزون للتيشيرتس مثلا، عايز اخد فرع حساب فرعي للمخزونه للمخزون الخاص بالتيشيرت. بقوم اعمل نيو هنا اهو حضرتك وانشئ، او هي طبعا لما انا رحت من منتين واختار شارف اكونتس وابدا انشئ الحساب بتاعي الجديد. الحساب بتاعي الجديد هيبقى مخزون، يبقى نوعه ايه يا جماعه؟ مخزون الحساب الجديد ده اسمه مخزون التيشيرتات، هو فرع من المخزون زي ما انا قرات دلوقتي، يبقى انا بفرعه من المخزون. المخزون 1200 يبقى بتاعي كام؟ 1210 صح؟ 1210 واسميه تيشيرت انفنتوري اهو تمام كده، ويبقى نوعه ايه يا جماعه؟ نوعه انفنتوري تمام. وما اعمل له ايه سيف؟ يبقى انا الوقت لما اجي اشتري ممكن اخلي الجانب المدين التيشيرت انفنتوري، فيبقى الشغل مظبوط. يبقى انا لما اجي ابص في اخر السنه والاقي التيشيرت انفنتوري رصيده 5000، يبقى انا عندي تيشيرتات ب 5000 فعلا، مش لو جيت ابص الاقي المخزون كله مثلا 20000 وانا عايز اعرف رصيد التيشيرتات عندي كام الف. طبعا انا ممكن اعرفه طبعا من رصيد الصنف نفسه، لكن انا عايز اعرفها من ارصدة الحسابات بتاعتها وده افضل طبعا. فطبعا هو كنظام شائع انك تفرع من الانفنتوري كل جزء على حده. تعال نستكمل بقية البنود الموجودة في الانفنتوري الموجودة في العرض التقديمي. كاش كوست اوف سيلز اكويتيز كوست بنس انفنتوري. تعال نبدا نتابع اللونج تيرم لايبلز وهي الخصوم طويله الاجل. وهنا البرنامج بيقول لي ريبريزنتس زوز ديبتس، تلك الديون ذات ار نوت دو فور ريلاتيفلي لونج بيريود لونج تيرم لايبلز تايم يوجوالي مور ذان 1 يير، تلك الديون المستحقه عليا انا كمدين، تلك الديون اللي عليا لناس وسوف تسدد في خلال مدة أكتر من سنة. Notes payable with mature debt at least one year or more beyond the current balance sheet debt are considered to be long term. أي شيء بدفعه لقروض طويلة الأجل، أي أوراق دفع هتعدي السنة بيمكن إن أنا أعتبرها long term liabilities. يبقى لو أوراق دفع أكتر من سنة او بتكمل السنة فيجب ان انا اعتبرها كلونج تيرم ليبلز. select this account type if you are setting up long term liabilities for example القروض طويلة الاجل and non current notes payable عفوا اللي هي اوراق الدفع. يعني لو جيت ادخل اوراق الدفع كبند من بنود موجوده، يعني انا لو عندي في الشارف اكونت في شجره الحسابات الخاصه بشركتي اوراق دفع وجدت انها تستحق الدفع في مده اكثر من سنه فكان متعارف انها طولت الاجل، فما اجي اضيفها انا كبند من بنود برنامج بيتش 3 في الشارف اكونتس هروح طبعا نقفل الفاتوره ونروح نقول نو ونروح للقائمه مانتين ونختار شارف اكونتس ونبدا ندخل البنود بتاعتي وعفوا الكود. طبعا الكود هيبقى تابع للنوع بتاعه، احنا قلنا دي نون كارنت اكونت بيبل اوراق دفع طويله الاجل، يبقى نوعها لونج تيرم لابيلتيز. لونج تيرم لابيلتيز واخده 2700 يبقى بتاعتي 2710 وهسميها نون كارنت اكونت عفوا نوتس بيبل. تمام، وبنخليها نوعها لونج تيرم لابيلتيز. تمام، وبنقوم رايحين اعمل لها عمليه سيف وبكده نكون اضفناها في مكانها الصحيح بحيث يقدر يطلع لي البرنامج تقارير صحيحه. تعال نستكمل باقي البنود بعد ذلك الاذر اسيتس اللي هي الاصول الاخرى، وهتلاقي ان موجود تحت بند الاصول الاخرى تلك الاصول اللي هي مش متداوله ومش اصول ثابته، اللي هي الاصول التي لا يحسب لها اهلاك وفي ذات الوقت هي اكثر من سنه، هي اصول تستحق عند ناس اكثر من سنه. زي ايه حضرتك؟ زي
النون كارنت نوتس ريسيفبل، اوراق القبض دي كمثال بسيط يعني تفهم منها، اوراق القبض اللي هي طويله الاجل التي تستحق في مده اكتر من سنه. اخر بندين طبعا فعلا other current assets و other current liabilities. انا كل اللي عايزك تحطه في انطباعك ان الكارنت هي الحاجات الحاليه، عندي current assets، عندي other current assets، عندي other assets وصول طويله الاجل لكنها مش ثابته. represent تستعنشوف ال other current assets represent those assets that are considered non-working capital and do within a short period of time، يعني هي تستحق في مدة قصير. زي ايه حضرتك؟ زي البريبايد اكسبنس المصاريف المقدمة، زي سلف العاملين، زي اوراق القبض العادية خالص اللي هي تستحق في فترة اقل من سنة. ليه حضرتك حطتها في الاذر كارنت اسيت؟ لان اصل حساب زي الكاش هو كارنت اسيت، الا انه واخد بند رئيسي في الحسابات الاصناف الحسابات الموجودة في بيتشتري. دي اللي عايزك تفهمه، ان البرنامج لكل برنامج صفة مميزة له، دي الاذر كارنت اسيت. تعال نشوف بعد كده الاذر كارنت لابيلتس. طبعا اذر كارنت اسيت ايضاحها واضح جدا وسهلة، هي كارنت اسيت، الا انها مش بتشمل تحت الكارنت اسيت الاذر كارنت اسيت ما تلاقيش الكاش، ما تلاقيش الانفنتوري، لان الكاش والانفنتوري والاكونت ريسيفبل التلاتة اللي هما المفروض كارنت اسيت، التلاتة طالعين من تحت عباءة اهم تحت الكارنت اسيت، من تحت سيطرة الكارنت اسيت. لذلك فالاذر كارنت اسيت انشأنا لها حساب اخر نحط تحتها اي اذر كارنت اسيت، زي البريبايد اكسبنسز، زي الامبلوي ادفانسد، والكارنت نوتس ريسيفبل اللي هي اوراق القبض الحاليه. تعال نشوف بعد كده الاذر كارنت لايبلتس، وهي اخر شيء، وهي طبعا تلك الديون التي تستحق في خلال فتره بسيطه، يوجوالي ليس زن اقل من سنه. the payment of this debts دفع usually requires the use of current assets. دايما لما اجي ادفع الكارنت لايبيلتيز بحتاج ان انا استخدم، يعني لما تيجي تدفع ديون حاليه ليك لازم تستخدم مثلا حساب الكاش او حساب او اي شيء من حسابات الكارنت اسيتس. امثله زي ايه؟ زي البيرول تاكس بيبل، ضريبه المرتبات. زي ايه كمان يا جماعه؟ زي السيلز تاكس بيبل، ضريبه الرواتب برضك، الشورت تيرم لونز، القروض قصيره الاجل. وبهذا نكون اوضحنا جميع بنود الرئيسيه، الحسابات الرئيسيه في برنامج بيتش تري اللي هي دي مينتين. تعال نشوفها، تعال نشوفها احسن من خلال للحسابات دي، كل حساب من هذه الحسابات وماذا يوضع تحته من حسابات موجودة في شركتي. ولازم اكون دقيق في وضع لي هذا النظام عشان اقدر بعد كده اقدر اكمل شغلي صحيحا واقدر اطلع تقارير صحيحة. وبإذن الله نلتقي في الدرس القادم من شرح برنامج